التعويض في القانون المدني الكويتي عن الضرر الذي وقع على المتضرر هو حق مكتسب لمن أصاب الضرر، وقد سن المشرع الكويتي مواد قانونية لتعويض طبعاً لجبر هذا الضرر الواقع من خلال هذا العمل. زميلي نعم عيد، طبعا التعويضات وأحكامها وفق القانون الكويتي محور حديثنا لهذا المساء مع الأستاذ المحامي فهد البصمان. حياك الله ويا هلا ومرحبا فيك معانا بمساء الخير يا كويت. هلا فيك والله، يحييك ويحيي مشاهدينكم الكرام عبر التلفزيون دولتنا الحبيبة. نسأل الله تعالى أن يجعل في كلامنا فائدة لكل من يشاهدنا بإذن الله. الساعات محامي نبدأ معك، يعني نتكلم عن أنواع الضرر اللي ممكن تستوجب التعويض في موضوع أحكام التعويضات في القانون الكويتي. لا شك أن الضرر صورة تتعدد، يعني من الناحية العامة بأن الضرر قد ينشأ عن عمل غير مشروع، مثل مسألة الجرائم، شخص مثلا يصدمك بالسيارة لا قدر الله، شخص يرتكب بحقك فعل جنائي مثل النصب والاحتيال، السرقة، الضرب، غيرها من هذه الأمور. لذلك هذا يكون نسميه احنا في القانون أن التعويض الناتج عن العمل الغير مشروع. وقد أيضا يكون التعويض عن طريق اللي هي المسألة العقدية أو العلاقة العقدية. على سبيل المثال اليوم أنا أرتبط مع شخص بعقد معين، مثلا على سبيل المثال بأن يجهز ديكورات الخاصة في منزلي أو في محلي أو أي عمل كان نتيجة علاقة عقدية بيني وبين هذا الشخص، يخل في هذه الالتزامات العقدية، يحق لي بموجب القانون أن أقاضيه وأطلب منه التعويض بناء على العلاقة العقدية. طبعا هذه الصور هي الصور المباشرة للتعويض، هنالك أيضا صور غير مباشرة للتعويض، أيضا القانون الكويتي يرتب عليها مسألة التعويض. على سبيل المثال اليوم أنا أكون شخص متوجه في سيارتي إلى وظيفة، مثلا للتقديم لوظيفة معينة، في آخر يوم في آخر ساعة يعترضني شخص، يعطل سيارتي، يصطدم في سيارتي، أخرني عن التقديم لهذه الوظيفة، إذن هو فعله اللي قام فيه الغير مشروع لم يكن سبب مباشر منعني من التقديم على هذه الوظيفة أو على هذه الجامعة أو على هذه المصلحة أني أنا أحصل عليها. لذلك إحنا نسميه في القانون هو فعل غير مباشر يؤدي إلى التعويض. هذه هي الصور بشكل مبسط للتعويض في القانون الكويتي. يعني كأنك تقول بقصد أو بغير قصد، صح؟ نعم، ولكن يجب أن يكون يعني في شرح أحكام التعويض راح نبين اللي هي العلاقة السببية. لابد أن يكون هنالك علاقة ما بين الفعل والنتيجة اللي تمت على هذا الشخص. نعم. طيب أستاذ فهد، إذا بنتكلم عن أهم العناصر اللي يستند عليها القضاء الكويتي أثناء تقديره لمقدار التعويض عن الضرر. نعم، إحنا لابد أن نشير إلى نقطة في غاية الأهمية. نعم. اليوم يذاع في كل المجتمعات، ليس في مجتمعنا فقط، يعني ما نظلم أنفسنا فقط، بأن أي شخص يتعرض لأي مسألة بسيطة قاضي فلان في التعويض، ستحصل على مبلغ كذا من التعويض، قيمة كبيرة من التعويض. هذا الأمر إطلاقا غير صحيح. التعويض في القانون الكويتي يختلف عن باقي القوانين بأن التعويض في القانون الكويتي محكوم بقاعدة عامة، هي بأن التعويض جبرا للضرر ليس إثراء للضار على حساب المضرور. يعني احنا ما راح نقول والله آسف إثراء للمضرور على حساب الضار. يعني فيما معناه ان اليوم التعويض ليس سبيل لكسب المال. التعويض هو في نقطة محصورة معينة، هو لجبر الضرر. اليوم انا تضررت بنسبة 1000 دينار بما يقدر قاضي الموضوع، طبعا 1000 دينار أنا أستحق تعويض 1000 دينار. أتلف مثلا جهازي النقال اللي يساوي قيمته 400 دينار راح أستحق 400 دينار، أتلف منزلي اللي يساوي 100,000 دينار راح أستحق 100,000 دينار. أكثر من ذلك لا يجوز. لذلك هذه المسألة أو هذا التعويض في القانون المدني يجب قبل الحكم فيه من قاضي الموضوع أن يتقيد القاضي نفسه بحكم القانون بثلاث ضوابط. الأولى بأن يتحقق من وجود الخطأ، أن هذا الشخص اللي اليوم أنا بقاضيه حتى أحصل منه على التعويض أنه ارتكب خطأ، سواء كان خطأ مباشر مثل ما ذكرنا أو غير مباشر، أو خطأ نتيجة إخلاله بمسؤولية عقدية. هذا رقم واحد. رقم اثنين بأنه يجب أن يتوافر الضرر. اليوم أنا ما يحق لي
أن أطالب في تعويض وأنا ما تضررت من أي شيء. صحيح. هذه المسألة الثانية. المسألة الأخيرة بأن يكون هنالك علاقة ما بين الخطأ والضرر. نعم. لذلك إحنا نشوف في بعض الأحيان يعني خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي ممن يستفز الأفراد بالإساءة للوطن أو للرموز. نعم. السياسية ويطالب بالتعويض. نفصل في هذا ولكن. نعم. محامي فهد البصمان ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا معكم من خلال هذا البرنامج وضيفنا المحامي فهد البصمان. يعني قبل الفاصل كنا نتكلم عن عملية الإساءة لبعض الأفراد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، نشرحها أكثر. نعم، هو لا شك أن الإساءة يعني بإطارها الخاص كإساءة هي مرفوضة لأي كان. نعم. سواء هذا الشخص يعني محبوب أو مكروه أو أي كان، ألفاظ الإساءة أو السباب أو الشتام أو القذف هذه ألفاظ يعني مرفوضة تماما بحكم القانون وبحكم الأعراف الاجتماعية اللي احنا نمينا عليها وتربينا فيها وعشنا فيها ونعيشها حتى الآن في مجلسنا هذا. ولكن اليوم يجب أيضا أن يعني من الواجب علينا أن ننور المجتمع إلى جزئيات معينة. اليوم المجتمع قد يكون فيه أفراد أسوياء وأفراد غير أسوياء، هذا طبيعي. نعم، والفرد الغير سوي قد يتعمد أحيانا أن ينشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال وسائل النشر اللي اليوم متعددة. يعني أصبح اليوم الهاتف أوسع وسيلة نشر يحملها أي فرد في الشارع. صح. صح. ممكن ينشر شيء يتعمد فيه استفزاز الجمهور. صح. إثارة الجمهور. إثارة الجمهور، ولكن ليست إثارة من قبيل الـ يعني الـ يعني استفزازهم نحو العاطفة أو شيء معين. لا، بالعكس، استفزازهم نحو فعل غير مشروع. صح. على سبيل المثال الإساءة لرمز معين فتنهال على هذا المسيء. صح. يعني عبارات السب والشتام أو التوبيخ أو الرفض للمسيء. للمسيء هذا يعني. مثل الشخص اللي يسيء لرموز الدولة أو يسيء للدولة نفسها أو يسيء للدول الشقيقة أو الصديقة من هذا القبيل، فهذا الاستفزاز أحيانا يكون مهنة. للأسف أن البعض يعتقد أن هذه يعني وسيلة يقتاد من وراها، يحصل من وراها على التعويض. هذا الأمر يعني تحصل من خلاله مساومات وتحصل من خلاله يعني وسائل من وسائل الابتزاز، وإن كان في بعضها يخضع للإطار القانوني. لكن احنا اليوم واجبنا أن ننور بأن إذا كان هذا الفعل ردا على فعل مرفوض اجتماعيا وقانونيا وأخلاقيا، إذا مسألة التعويض لا تتحقق. لأن أيضا مثل ما القانون المدني وفر لنا 3 أركان يستحق من خلالها التعويض، أيضا ذكر قاعدة مهمة جدا هي استغراق الخطأ. إذا كان هذا الفرد اللي أمامي استغرق خطأي أو بمعنى يعني عامي أجبرني على الخطأ، بأن اليوم هذا الشخص مثلا أساء إلى دولتي، فالعقل والمنطق والفطرة البشرية تقول أني أنا راح أسيء له، أدافع طبعا عن بلدي. لذلك هذه الإساءة أو هذا الرد اللي أنا رديته عليه مهما بلغ من يعني من التجريح والجسامة والحدة، الشخص اللي ياخذه نعم هو استغرقني، هو أدى يعني كأنه فخ عليك نور. هذه الصورة أبدا لا نخضع لها ولا نقول والله خلني أعطيه فلوس وأسكر الموضوع وتسامح معاه، هذا الأمر مرفوض. لأن القانون مثل ما يحمي لك حقك أيضا يحمي حقك في الاعتقاد بأن وطنك أو دينك أو عقيدتك محمية بالإطار القانوني، فلا يجوز لأي فرد أن يسيء لها. وطبعا الصور كثيرة ولكن هذا بشكل مبسط اللي نقدر نوصله. أستاذ فهد، يمكن نقدر نحدد الضرر الجسدي أو الضرر المالي، ولكن شلون يتم تحديد أو تقدير الضرر النفسي أو العاطفي؟ يعني كيف نحدد المقدار الذي أصاب به عاطفة المتضرر؟ نعم، هو لا شك أن الضرر المعنوي أو الأدبي يعني هو ضرر لا يمكن إنكاره. كثير من القضايا تتعلق في مسائل أدبية ومعنوية، وخاصة الجرائم الواقعة على العرض أو السمعة. نعم. فدائما يكون الموضوع متعلق في المسائل الأدبية. تقدير هذا التعويض أو هذا الحجم من الأضرار هو من سلطة قاضي الموضوع بحكم القانون. نعم. فيعني احنا ما نقدر نقول ان هذا النوع من الاضرار يستحق هذا المبلغ، ولكن القانون اناط بقاضي الموضوع بان يقدر على اكثر من اعتبار. منها اليوم انا لما اسيء لفرد عادي، المتابعه او النظر عليه من عدد 100 شخص 1000 شخص مختلف من اني انا اسيء الى شخص رمز في المجتمع. صحيح. يعني يرى أو يسمع هذه الإساءة 1000 شخص يؤثر على علاقاته الاقتصادية والاجتماعية. صحيح. والسياسية. صح. وكذا،
فحجم الأضرار الأدبية طبعا هذا ما ينتقص من حق الضعيف والقوي الفقير والغني صح. ولكن حجم هذه الأضرار يقدرها قاضي الموضوع صح. والحمد لله أن قضاءنا مطلع على هذه الأمور نعم. وما هو بعيد عن المجتمع نعم. صحيح. هي فرصة الآن نعرف أن هل اختلاف مقدار الضرر يختلف باختلاف نوع الضرر الجسدي المعنوي المادي؟ لا شك أن الأضرار المادية مثل ما ذكرت الأستاذة دائما تكون واضحة وجلية. اليوم أنا لما أفقد مثلا بسبب هذا الخطأ أفقد مركبة أو هاتف أو منزل أو أيا كان أو فاتني من كسب معين شخص عرقل علي صفقة كان كنت يعني من المتوقع أو من المحقق أني أربح منها مثلا مليون دينار مليونين دينار أصبح الضرر معلوم واضح. للقاضي وممكن تحديده ومقاضاة الشخص عنه. ولكن الضرر الأدبي أمر ما يمكن التوصل إليه مباشرة ولكن القاضي يتوصل إليه من خلال الوقائع المحيطة في الدعوة اعتبارات الشخص مكانته الاجتماعية وظيفته شهادته تواصله مع الناس اطلاع الناس على هذه الإساءة على سبيل المثال اليوم أنا لما أسيء لشخص برسالة خاصة هذا أمر مختلف عن لما أسيء له عن طريق قناة يعني فضائية فاطلاع الناس على هذه الإساءة يختلف عن أو في التواصل الاجتماعي يعني جمهور في التواصل أمام الاجتماعي جمهور. أي أمام العالم فهذا ركن العلانية في الأمرين يختلف من ناحية الضرر اليوم شخص مثلا استمع للإساءة من فرد غير عن شخص لما يستمع الإساءة على مسمع 1000 شخص أو نعم. مليون أو نعم. عشرات الملايين من الأشخاص نعم. طيب ماذا عن الشق الأكبر المتعلق بدعاوي التعويض يعني اللي تشهدها المحاكم الكويتية بحكم قربك من المشهد؟ لا شك أن مسائل التعويض اليوم أصبح فيها افتئات في مسألة الوسائل الإلكترونية أو وسائل النشر الإلكترونية اليوم لا شك أن هذه الوسائل هي جزء من منافذ الحرية للأفراد اللي اليوم إحنا يجب أن نستعملها استعمال سليم يخدم يعني الوطن ويخدم أيضا المجتمع ونعبر من خلاله عن رأينا بكل تقدير واحترام ومن خلال تلفزيون دولة الكويت تكلمنا كثير عن هذه المسألة بأن ما دام الرأي محترم معتبر لا يتضمن صح. ألفاظ خادشة للحياة أو مهينة لأفراد آخرين نعم. فهذا الرأي محمي قانونا ولكن للأسف إحنا اليوم نشوف بأن في دور أيضا على الأسرة في متابعة أبنائها مثل ما تكلمنا صح. في الفاصل صح. إن أشخاص عمرهم 14 سنة 13 سنة 12 سنة ما عندهم وعي قانون نعم يمسك الموبايل ممكن من خلال الهاتف يرسل رسالة تشكل موضوع عن حرية شخصية نعم يشكل جريمة لذلك تتحمل الأسرة تبعات هذا الأمر يجب أن احنا يكون عندنا وعي ومن الممكن أن احنا نشجب ونستنكر ونرفض أي عبارات تشكل إساءة للمجتمع أو للوطن بعبارات محترمة صح. يعني لا تشكل أي خدشة للحياة ولا تشكل إهانة أيضا للمسيء لأن إحنا كمجتمع كويتي أو كمجتمع مسلم أو كمجتمع عربي دائما إحنا نتسم في الخلق الحميد والأخلاق النبيلة فما تصدر منا الإساءات حتى وإن كانت رفضا واستنكارا لأي فعل يعني غير مقبول لدى المجتمع أكيد أكيد صراحة إحنا وقتنا معاك دايم يعني بسرعة يروح وايد نستفيد منك الله يعني فعلا نشكرك على حضورك على وقتك نشكرك على المعلومات القيمة والمفيدة اللي تقدمها لنا وللسادة المشاهدين شكر لكم والتلفزيون دولتنا الحبيبة اللي من خلاله إن شاء الله نكون فدنا المشاهد هذا واجبنا والشكر دائما لله بارك الله فيك على توضيح مثل هذه النقاط المهمة في موضوع القانون الكويتي وخاصة موضوع الضرر بهذا نكون قد وصلنا معكم لختام هذه الحلقة من برنامج مساء الخير الكويت في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكيد نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء